ودع 100 يتيم ويتيمة من أبناء جمعية إنسان العزوبية في حفل زواج جماعي تكفل بكامل مصاريفه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز في مزرعته المسمى بالعذرية، في خطوة رسمت الابتسامة وأعادت الفرح لأيتام لطالما اعتقدوا أن مثل هذا الحلم صعب المنال. أشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس لواء رئاسة مجلس الوزراء على هذه المبادرة الكريمة التي برعايته هذه الليلة وبتمويل شخصي من لدن سموه لمهور هؤلاء العرسان، والحقيقة أن هذا يذكر فيشكر ولحث رجال الأعمال وأصحاب القلوب الرحيمة لتمويل هذه المناسبات. فقرات متعددة شهدها الحفل خلال هذه الليلة الاستثنائية، حيث شاركت فرقة إنشادية بأبوريت خاص اشتمل على 3 لوحات إضافة إلى خطب متعددة من مشاركين في هذا الحفل، من بينها كلمة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون الاجتماعية، والذي شدد على أن العناية بالأيتام والاهتمام بهم وتلبية حاجاتهم من أقرب القربات ومن أهم مسالك البر التي حظت عليها الشريعة الإسلامية، آملا بأن يكون زواج أبناء الجمعية بداية حياة سعيدة ومنطلقا إلى مستقبل مشرق. مثل هذا الحفل لابد أن يكون علنا يغطى بالإعلام ويرسل للعالم، لأنه سوف يترجم حتى لغات الدنيا ويقال لماذا اجتمع هؤلاء، قالوا عندهم أيتام يزوجونهم. هذا أحسن من 1000 محاضرة وأحسن من 10,000 كتاب ورسالة، لأنه هذا عمل وهذا رحمة، ونحن الذين سبق العالم إلى حقوق الإنسان وإلى رحمة اليتيم. متزوجون كان لهم أيضا نصيب من البرنامج التأهيلي بإشراف متخصصين في مجال الإرشاد الأسري بهدف تمكينهم من الإلمام بمختلف جوانب الحياة الزوجية لتحقيق الانطلاقة الحقيقية وليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعهم. فرحة لا تصح. والله صراحة شعور لا ينوصف يعني. والله الحمد لله فرحة، الحمد لله يعني ما تنوصف. هذه المبادرة الإنسانية من الأمير عبد العزيز بن فهد بزواج 100 من الأيتام تمثل الدفعة الأولى من مشروع زواج 1000 يتيم ويتيمة في كل المناطق السعودية، ولتكون صورة من أصدق وأنبل معاني التكافل الاجتماعي. من الرياض محمد اليوسي، العربية.